السلام عليكم أصدقائي الرائعين في كل مكان، أحبكم في الله. تعالوا معايا في الفيديو ده، فيديو كوميدي رائع جدا عن الفرق بين شرب الشاي في المغرب وشرب الشاي في مصر، شرب أتاي في المغرب وشرب الشاي في مصر. التفرشيخ بالضحك حاجة يعني رهيبة جدا، هتضحك من قلبك. حاجة كده بتبين لك الفرق بين العادات والتقاليد المصرية. يلا بينا نشوف الفرق بين شرب الشاي في المغرب وشرب الشاي في مصر. وإيه وإيه وشكرا. السيمو مشحر لرحم بالك، خلاك الخوا صح ولا صح ولا إلى السوس. واتفضل يا بلدينا، مرحبا بيك، تفضل تفضل يا ابن عمي، اهلا وسهلا. وشكرا.